الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز العناوين. بعد فاجعة مستشفى الناصرية، رئاسة البرلمان تخفق في عقد جلسة مناقشة التداعيات حماية لشريك سياسي من الاستهداف. وسط تشكيك بالحصيلة النهائية لضحايا الناصرية، الدفاع المدني يكشف الصحة تجاهلت تنبيهات بتسرب الأكسجين. البابا فرانسيس يعزي بفاجعة مستشفى الحسين ويبعث رسالة إلى العراق، أمل أن توقظ ضمائر المسؤولين وتحرر من الاقتتال الداخلي. مرحبا بكم مجددا، السادسة بتوقيت الفلوجة، والبداية من المجلس النيابي، حيث انتقدت أوساط شعبية وسياسية أداء رئاسة البرلمان بالتعامل مع الأزمات التي تعصف بكل تفاصيل الحياة. فبعد أزمة الكهرباء وانقطاع المياه وتردي الخدمات، فجع العراقيون بكارثة إنسانية نتيجة احتراق مركز عزل مصابي كورونا في الناصرية. وبدل أن يذهب البرلمان إلى اتخاذ خطوات حازمة لتحديد المقصرين، لجأ إلى تشكيل لجان نيابية في محاولة يائسة لتمييع الموضوع. وقالت الأوساط إن رئاسة البرلمان كان من المفترض أن تتخذ خطوات استباقية لتدارك وقوع مثل هكذا كوارث باعتباره سلطة رقابية عليا. كشف مدير الدفاع المدني كاظم بوهان عن تنبيه وزارة الصحة بوجود تسرب في الأكسجين بمستشفى العزل في الناصرية قبل وقوع فاجعة الحريق. وأشار بوهان إلى أن معدات السلامة والأمان لم تكن متوفرة في مركز عزل الناصرية لحظة وقوع الحريق، لافتا النظر في الوقت نفسه إلى أن وزارة الصحة لم تستجب لنداء عدم استخدام مادة سريعة الاحتراق في بناء مراكز العزل هذه. هذا وأعلنت وزارة الصحة الحصيلة النهائية لشهداء فاجعة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية والبالغة 60 شخصا، نافية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول أعداد أكبر من الضحايا. وشككت أوساط صحية في ذي قارب حصيلة الوزارة الرسمية، لافتة إلى أن الحصيلة هي ضعف ذلك. وكانت دائرة صحة ذي قار قد أعلنت بوقت سابق ارتفاع حصيلة شهداء الفاجعة لأكثر من 100 شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 50 شخصا بينهم حالات حرجة. إلى ذلك، حصلت قناة الفلوجة الفضائية على وثيقة تكشف تفاصيل مثيرة حول حادث حريق مستشفى الحسين في ذي قار المخصص لمرضى جائحة كورونا. وبينت الوثيقة أن دائرة الاستخبارات في ذي قار حصلت على معلومات مسبقة بوجود الإهمال في عمل دوائر الصحة في المحافظة، مضيفة أن انفجار قنينة غاز الأكسجين أدى إلى احتراق المكان بالكامل، خاصة وأنه مبني من مادة الساندويتش بانل سريعة الاشتعال. كما وكشفت عن إحصائية بعدد الشهداء البالغ 64 شخصا وإصابة 40 آخرين، كما ولفتت إلى أن تأخر إنجاز المستشفى التركي في الناصرية أدى أيضا إلى التوجه لإنشاء الكرفانات الجاهزة لاحتواء مرضى جائحة كورونا. أم فقدت 4 من أبنائها وأب يتيم بفقدان جميع أفراد أسرته، قصص دامية خطتها يد الفساد في دائرة صحة ذي قار. المزيد في سياق هذا التقرير. يما محمد حازم سلام مسيد. صرخات الثكالى تتجدد في أرض السواد ولا صدى لها في الخضراء، مفجوعة بأولادها الأربعة. هذه النخلة الشامخة نيران الفساد التهمت فلذات كبدها في فاجعة هزت ضمير العالم، حريق مهول شهده مركز عزل مرضى كورونا في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية بعد أسبوعين فقط من افتتاحه. بس احنا هنا لان بالعراق ما عندنا كل قيمة، بالعراق ما عندنا كل قيمة. عائلة 6 نفر، 5 ذول شهداء، 5 وظل السادس ما عرفناه وين صاير. هاي حلقتهم الاحزاب.
نحو 100 شهيد وعشرات المصابين أشقاء من أسرة واحدة قضوا نحبهم في غرف كانت بالأمس غرف إنعاش وتحولت بقدرة فاسد لبوابات جحيم. أنا اللي حاجيك أربعة من عائلتي، أربعة أولاد عم البرحمة والدهم استشهدوا هنا، جيران اثنيناتهم نفس الوضعية استشهدوا هنا البارحة. ما نعرف نعزي أهلنا، نعزي أقاربنا، نعزي ناسنا، إيش تحكي؟ ويبدو أن التيار المسيطر على وزارة الصحة ما يزال متمسكا بمكاسب الوزارة رغم فاجعة مستشفى الحسين ومن قبلها فاجعة مستشفى ابن الخطيب، فاجعتان في أقل من شهر راح ضحيتهما نحو 300 شهيد وجريح. يجي من أهله بكرانة يريد يعالج نفسه يرجع بتابوت هو وذويه وعائلته وأطفاله، وين صاير هاي؟ هذا جملون مال حيوانات، حيوانات ما تعيش بيه. إلى مثواها الأخير زفت هذه الجثامين فيما تحول تشيع الشهداء لاحتجاجات عارمة قد تدق آخر مسمار في نعش العملية السياسية. وفي السياق عاود متظاهرو الناصرية نصب خيامهم في ساحة الحبوب احتجاجا على فساد وسوء إدارة مؤسسات الدولة، وذلك بعد يوم على فجعة مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية. وذكرت تنسيقية التظاهرات أن المئات من أهالي المحافظة بشكل عام نصبوا سرادق خيامهم في ساحة الحبوب احتجاجا على سوء الإدارة وغياب الرقابة والعقاب، خاصة بعد فاجعة مستشفى الحسين التعليمي التي راح ضحيتها أكثر من 100 بين شهيد ومصاب. وطالب أهالي ذي قار باعتبار الفواجع التي حدثت مؤخرا بالمستشفيات جرائم إبادة جماعية بسبب تقصد الإهمال، مشيرين إلى أهمية إيداع المتسببين بمثل هكذا حوادث إيداعهم في السجون. للأسف أرخص شيء أصبح في هذا البلد هو الإنسان، لا قيمة للإنسان. يعني هذه الحوادث هي حوادث موت جماعي، يعني يوم أمس بابن الخطيب واليوم في الناصرية أكثر من 60 أو 70 شخص راحوا ضحية هذا العمل المجرم. هذه الأعمال هي مشابهة لأعمال الإبادة الجماعية. يعني نتمنى من الجهات المختصة، من الجهات التحقيقية، أن تكشف اللثام أو إناطة اللثام عن هذه الجرائم ومعرفة المسببين. صراحة هذه القضية تنذر بوجود يعني سيناريو معد وكأنما يعني إبادة بحق المواطنين. هذه الحوادث لابد أن يعني حقيقة تدرس ويسلط الضوء عليها إعلاميا، وبالتالي تقديم الجنات وتقديم المقصرين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. ما ممكن تبقى هذه الحوادث وهذه السيناريوهات متكررة، والمتضرر صراحة وحقيقة المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي. ما يحصل في ذي قار للأسف الشديد من يعني عمليات حرق كانت يعني مقصودة وغير مقصودة هو سبب صراعات سياسية على المناصب. يعني لابد من وجود حكومة قوية تدير الأمور هنا في ذي قار. منذ انتهى وتيرة المظاهرات وإلى اليوم لم تنعم أهالي ذي قار بالاطمئنان والأمان. إلى ذلك أكد ناشطون في محافظة ذي قار بفيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي أكدوا أن دائرة صحة المحافظة هي من شيدت مركز عزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين بمبلغ تجاوز 300 مليونا، فيما حملوا أطرافا في المحافظة مسؤولية الفاجعة التي حصلت في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية. هذه فاجعة الناصرية هذا اليوم، هذه كارثة الناصرية هذا اليوم. كفانا استنكارات وإدانات وشجب لهذا الموضوع. والله من يتحمل المسؤولية الكاملة بعد التأكيد أو التأكد أن هذا المكان الذي قام بإنشائه دائرة صحة ذي قار هي من شيدت هذا المكان وبمبلغ تجاوز 300 مليون وخالي من شروط السلامة والصحة، ومن يتحمل المسؤولية الكاملة بغض النظر عما حدث ويحدث هو الشخص المعني والمسؤول الذي أعطى الأمر ووافق على افتتاح هذا المكان. كيف توافق بأي ضمير إنسانية وأنت تحمل شهادات
من الدكتوراه، من ما اعرف منين جبت هذه الشهادات انت وتوافق على هيك مكان خالي من شروط السلامه، كيف وافقت على هذا المهلك وليس المحجر الصحي؟ والله هذا مهلك عباره عن صفيح من الحديد والفلين. في السياق، اعلن مدير عام صحه ذيقار الجديده سعدي الماجد عن دخول المستشفى التركي للعمل والبدء باستقبال المواطنين واجراء العمليات فيه، مطالبا السياسيين بابعاد المؤسسات الصحيه عن مصالحهم الحزبية. وأكد الماجد أن مسؤولية حادث مستشفى الحسين التعليمي يتحملها الجميع. خلال الساعات القادمة سيكون المستشفى جاهز لاستقبال المرضى. بلغوني بعض الأمور الإدارية ما كاملة، الحكي كان واضح جدا، الورق شمر هذا الوجه اللي يحكي به، المستشفى يشتغل اليوم، أنا ما أعرف اليوم، مشكلة الناس اليوم تنحل، لازم التركي اليوم يشتغل وعمليات اليوم مثلا يستقبل المرضى ويعمل اليوم. إنجاز ما كامل، ما أعرف شنو ورقة ما كامل، إجان استلام، هاي تنحل تحل، ما عندي مشكلة، بس سيد وزير بها، هاي الأمور كلها تحل، أنا هالموضوع ما معني به. الإدارة تنحل كلها اليوم، المستشفى يعمل باستقبال حالات الطارئة وإجراء عمليات. موضوع اليوم المحاصصة كلش تعبنا وملينا حقيقة، والله العظيم ملينا، واحد يكون باب المكتب، واحد ثاني باب الدار، باب المستشفى، هذا اللي ذاك لك ملينا يا إخوان، عفونا عفونا اشتغل، يعني طفح الكل، هاي نتيجة يا إخوان السياسيين، تركونا رحم الله والديكم، خلينا نفيد العالم، تركونا عفونا، خلينا نشتغل يا إخوان. أعرب البابا فرانسيس في برقية أرسلها وزير الخارجية الفاتيكان إلى السفير الرسولي في العراق المطران ميتيا ليسكوفر عن تعازيه وحزنه لجميع المتضررين في فاجعة مستشفى الحسين بمدينة الناصرية. من جانبه قدم الكاردينال لويس رافائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية تعازيه وتضامنه مع عوائل الضحايا، معربا عن أمله في أن توقظ هذه الفاجعة ضمائر المسؤولين العراقيين وتحررهم من الاقتتال الداخلي العبثي. كما دعا ساكو أصحاب السلطة إلى التكاتف وتحمل المسؤولية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في البلاد وفق قوله. في الأنبار، نظم ناشطو أهالي مدينة الرمادي وقفة تضامنية مع ذوي شهداء فاجعة مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذيقار، وعبر المتضامنون عن حزنهم الشديد تجاه فاجعة الناصرية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هكذا حوادث، إلى جانب الكشف عن نتائج التحقيقات السابقة. احنا ما نعرف هذا التحذير اللي المتكرر الذي كان من الدفاع المدني والمختصين بهذا الشأن، من المستشفيات الكرفانية هي عبارة عن يعني شلون تقول شعلة من النار، يعني سريعة الاشتعال، فما أعرف أني هذا التحذير يعني كان قبل ما تصير هاي الحرائق. فإحنا يعني يا ريت يعني المعنيين بهذا الأمر أن يأخذون الإجراءات الاحترازية. نطالب الحكومة المركزية باتخاذ التدابير اللازمة. اليوم لازم نكون أكو وقفة جادة من الحكومة المركزية كبرلمان كحكومة مركزية بالمستشفيات اللي موجودة داخل العراق، وخصوصا المستشفيات الكرفانية، هاي المستشفيات اللي تعاني من الإهمال الواضح. اليوم نتمنى أنه يكون أكو عدم تقصير في الملاكات الطبية والملاكات المتقدمة في الوزارات. يا ربي الصبر والسلوان لذوي الشهداء والشفاء العاجل للجرح. واستنكر متظاهرو ساحة الأحرار في محافظة كربلاء حادثة احتراق مستشفى الحسين في محافظة ذيقار، لافتين إلى أن الحادث وقع نتيجة الإهمال الواضح والمتعمد من قبل الجهات ذات العلاقة، داعين إلى وقفة جادة لإيجاد الحلول وإظهار نتائج التحقيق فوراً. يستنكر محتجو ساحة الأحرار في محافظة كربلاء المقدسة حادثة احتراق مشفى الناصرية في محافظة ذيقار، واصفينه بالجريمة البشعة جراء الإهمال الواضح من قبل الجهات ذات العلاقة، مما أدى إلى وقوع تلك الحادثة المفجعة التي أدت إلى استشهاد كوكبة جديدة من أبناء العراق الأبرياء. تدعو ساحة الأحرار الجميع إلى الوقوف وقفة جادة والمطالبة بإيجاد الحلول وإظهار نتائج التحقيق فوراً. شكى مرضى الثلاسيميا من الإهمال الحاصل من قبل وزارة الصحة بالمراكز الصحية الخاصة بالثلاسيميا في مدينة الموصل، وأكد المرضى أن المستشفى مكتظ بالمصابين في ردهة إعطاء الدم، بالإضافة إلى خلوها من أعداد كافية من الأسرة، حيث
يحمل السرير الواحد شخصين في آن واحد. أضاف مرضى الثلاسيميا أن المستشفى تكاد تخلو من العلاجات، داعين المعنيين إلى إنشاء مستشفى خاص بهم. الجلوس مالهم اليوم كل اثنين على الكرسي، ليش؟ لأن باكر عطلة، فصار الزخم حيل. يعني شوف البناية انت يعني حيل ضيقة، والعدد يعني 65 واحد، احسب كل واحد مع مرافق 65 مرافقين 65 يعني 130 واحد وقاع، يعني حيل ضيقة. يعني والله نطالب من الحكومة مكان خاص لنا، يعني مو مثل كان مخلينا بكرفانات وناس فوق ناس، لا سره لا شياتين، قاعدين هذا ثلاث اربع خمس ساعات احنا كتلتنا القعده وبتنا الادم جيال. هذا مال المطابقه ها قبل هم يسمونه جيال، كان يجينا اللي يجي ساعه زمان ياخذ الدم ويروح، هسه عن هذا قاموا يسمونها على المطابقه بعيده الامد، يعني ثلاث ساعات اربع ساعات احنا بس نتنا المطابقه اللي ما تطلع. أكد عضو تحالف عزم حسام الدين العبار أن نقص العلاجات الخاصة بمرضى الثلاسيميا سببه قلة التخصيصات من قبل وزارة الصحة. بدوره بيّن رئيس جمعية الثلاسيميا ثائر إبراهيم أن واقع مستشفيات الثلاسيميا في عموم العراق مرير، معزيا ذلك إلى الظروف التي يمر بها البلد فضلا عن جائحة كورونا. هذه العلاجات هي ضمن اختصاصات وزارة الصحة وليست ضمن اختصاصات الحكومات المحلية. أعتقد نسبة التخصيص الميزانية لوزارة الصحة أمر في غاية الأهمية، أن تخصص مبالغ لهذه العلاجات، لأن هذه العلاجات خارج إطار المؤسسات الصحية الرسمية، غالية جدا، فتحتاج حقيقة أن تدعم وزارة الصحة وأيضا تدعم المحافظات العراقية لتخصيص نسب كافية وحسب نسبة الأمراض الموجودة فيها. واقع الحال بالطبع واقع مرير، مراكز الثلاسيميا والمستشفيات في عموم العراق حالة صعبة جدا، مع تناقص في الرعاية الصحية المطلوبة بسبب الظروف اللي قد نمر بها وبسبب كذلك كورونا. أطلقت وزارة التجارة السلة الغذائية التي أوعز بها وزيرها الدكتور علاء الجبوري، حيث تحتوي على ست مفردات بدءا بالمناطق الأشد فقرا في محافظة نينوى. وبدأ اليوم إطلاق السلة الغذائية التي تحتوي على ست مفردات، وهي الزيت والسكر والرز ومعجون الطماطم والحمص والفاصوليا ومادة الطحين، حيث سيتم اليوم توزيعها على مخيمات النازحين. وأكد الوكلاء أن السلة ستكون موزعة على كل المواطنين خلال 16 يوما. حسب توجيهات السيد معالي وزير التجارة الدكتور علاء أحمد الجبوري المحترم وتوجيهات السيد المدير العام دائرة الرقابة التجارية والمالية الأستاذ محمد حنون المحترم، تم اليوم البدء بعملية بإطلاق السلة الغذائية وتوزيع إلى الوكلاء، توزيع على الوكلاء، وحسب ما شرنا حسب الجدول من وزارة التخطيط والمتابعة بالمناطق الأكثر فقرا. تم اليوم القطع والتجهيز لمفردات السلة الغذائية والتي تتضمن الزيت والسكر والرز ومعجون الطماطم والبقوليات اللي الحمص والفاصوليا وأيضا مادة الطحين الذي من عن طريق الشركة عاملة تصنيع الحبوب، ويكون التجهيز حسب المناطق الأشد فقرا. وتم تجهيز مخيمات النازحين لمفردات السلة الغذائية، وأيضا سوف يتم تباعا تجهيز كافة المراكز التموينية حسب المناطق الأشد فقرا. تعرض قائم مقام قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى عبدالله الحيال إلى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة وضعت تحت مركبته الخاصة دون أضرار بشرية. وطالب قياديون في المشروع العربي الأجهزة الأمنية بزيادة الجهد الاستخباراتي وإضافة أعداد المنتسبين لتغطية المناطق الصحراوية في المحافظة لمنع حدوث أي خروق أمنية في المستقبل. تعرضنا له يوم أمس ووضع عبوة ناسفة أمام داري تحت السيارة الخاصة بي، وبالنتيجة أضرار مادية وأدى إلى تحطيم زجاج الدور المجاورة. الحمد لله لا توجد إصابات بشرية. هذا الاستهداف هو حالة استهداف لمواطن عراقي شريف ووطني يداعي بالحرية وكذلك يطالب بالخدمات، وأي مواطن أو مسؤول بالدولة اليوم يعمل بحيادية ونزاهة تعرض لهذا الموضوع، هؤلاء الفاسدين لن يكفوا عن هذا الموضوع. نطالب القوات الأمنية
بزيادة الجهد الاستخباري في المحافظة، لأن حقيقة هناك خروقات أمنية متكررة في المحافظة. في داخل بعقوبة حدث خرق أمني، وفي قاطع شمال جلولاء نتمنى من القوات الأمنية أن تكون جاهزيتها أكثر بهذا الخصوص، كما نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بإضافة أعداد إضافية للمحافظة. بالتأكيد يعني هذه المرحلة راح تشهد كثير من الصراعات، يعني اغتيالات، استهدافات لمسؤولين حتى وإن كانوا يعني غير مرشحين، لكن أنه ينتمون لجهة معينة على حساب جهة أخرى. اليوم نشوف التسقيط السياسي يعني على العلن بين الكتل ورؤساء الكتل السياسية داخل العاصمة بغداد، هذا ينعكس على المحافظات. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت، إليكم أبرز ما جاء فيها. بعد فاجعة مستشفى الناصرية، رئاسة البرلمان تخفق في عقد جلسة مناقشة التداعيات حماية لشريك سياسي من الاستهداف. وسط تشكيك بالحصيلة النهائية لضحايا الناصرية، الدفاع المدني يكشف الصحة تجاهلت تنبيهات بتسرب الأكسجين. البابا فرانسيس يعزي بفاجعة مستشفى الحسين ويبعث رسالة إلى العراق، آملوا أن توقظ ضمائر المسؤولين وتحررهم من الاقتتال الداخلي. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على موقع التواصل الخاص بالفلوجة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.